الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد القدس عاصمة لإسرائيل، قرارا أثار جدلا واسعا في الشعوب ورؤسائها. أبرز ردود الفعل التي رصدناها حتى الآن كانت على النحو التالي، ونبدأ من فلسطين وبحركة فتح التي اعتبرت أن قرار أمريكا سيفقدها صفتها كونها راعية لعملية السلام في العالم، إلى حركة حماس والتي تقول هي الأخرى بأن قرار ترامب هو بمثابة عدوان على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية برمتها. إذا انتقلنا مشاهدين الكرام إلى مبعوث فلسطين لدى دولة بريطانيا الذي يقول أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إعلان حرب، يعتبر أن هذا الأمر إعلان حرب واضح أمام العالم. إلى الجامعة العربية ونبدأ بأمينها العام أحمد أبو الغيط الذي يكتفي فقط بالإدانة ويقول أدين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. إذا ما انتقلنا إلى الجامعة العربية مرة أخرى وهي التي تعقد اجتماعا يوم السبت المقبل للنظر في تطورات القدس. إذن هنالك اجتماع سيعقد السبت المقبل من الجامعة العربية لتنظر في هذا الأمر يوم السبت المقبل، ونحن اليوم في الأربعاء، إذن سيطول الوقت كثيرا. إلى أنطونيو غوتيريج مشاهدينا الكرام، ويقول هو الآخر وضع القدس لا يمكن أن يحدد إلا عبر تفاوض مباشر. إذا ما انتقلنا مشاهدينا الكرام إلى فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية، فيدريكا موغيريني تقول إن وضع القدس عاصمة لإسرائيل يجب أن يحل عبر مفاوضات مباشرة فقط. بعد ذلك نأتي إلى إيمانويل ماكرون والذي يقول أن قرار ترامب حول القدس أمر مؤسف، يعتبر أن هذا القرار هو أمر مؤسف مشاهدينا الكرام. بعد ذلك نذهب إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن قرار ترامب هو قرار استفزازي قد يدفع المنطقة إلى أتون الجحيم، يعني حرب ستحتدم، هكذا يتوقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. إذا ما انتقلنا مشاهدينا الكرام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يقول بأن القرار الأمريكي باطلا، يعتبره قرارا باطلا أمام الضمير أو القانون أو التاريخ أيضا. إذا ما انتقلنا مشاهدينا الكرام إلى الخارجية المغربية، الخارجية المغربية تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط لتنظر في هذا الأمر. إلى دولة تونس والتي هي الأخرى تعتبر أن قرار ترامب خرقا للاتفاقات الدولية. إذا ما انتقلنا إلى دولة قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويقول إن قرار ترامب تصعيد خطير وحكم بالإعدام على كل مساعي السلام. هذه حصيلة لردود الفعل. ما زلنا في ليبيا، لننتقل إلى ليبيا، ما هو رد الفعل من دولة ليبيا على هذا الأمر؟ إذن إشارة استفهام كبيرة، لم ترد دولة ليبيا على هذا الأمر ولم ترد لا بتنديد ولا استنكار لغاية الآن. نحن نترقب في ليبيا والمجلس الرئاسي المقترح أن يرد على هذا الأمر، ولم يرد حتى الآن، لم يستنكر ولم يدين قرار ترامب الذي يقضي بالاعتراف بعاصمة إسرائيل القدس جديدة. يعني هذا الأمر ثار جدل واسع، ولكن الجدل لم يصل إلى رئيس المجلس الرئاسي المقترح. نحن في ترقب إذن، ألا وأنس نترقب ذلك. نعم. شكرا جزيلا لك زميل محمد ارتام على هذا الاستعراض.